النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. محافظ صلاح الدين يتفقد إجراءات حظر التجوال في سيطرتي الشيخ إبراهيم والأنواء، ويوجه بتسهيل حركة الملاكات الصحية. محافظ صلاح الدين يقرر افتتاح جسر الشرقاط الكونكريتي لتأمين حياة المواطنين، ويحول سيطرة القضاء إلى منفذ شمالي مركزي. محافظ صلاح الدين يؤكد من بيجي أهمية التكاتف المجتمعي لهزيمة كورونا، ويوجه باعتماد سيطرة الخليفة منفذا مركزيا مع كركوك. تطبيق شامل لحظر التجوال وتواصل حملات التراحم مع العوائل المحتاجة للحد من صعوبة الأوضاع وتعميق ركائز السلم الأهلي. مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله وحفظه.